أكيد سلمى، محطتنا هلا كتير مميزة، بتحمل كتير من المشاعر بكل قطعة عم نشتغل. عم نحكي عن إعادة التدوير وفن الأعمال اليدوية اللي انتشر مؤخرا بشكل كتير كبير، كل قطعة لها قصة وحكاية خاصة فيها. اليوم الحرفية رهف بداوي رح تورجينا أحلى القطع وأجددها، رح تحكي لنا عن كل قطعة وقد أخذت منها جهد ووقت. صباح الخير رهف، يعطيك صباح النور. العافية. الله يسعد صباحكم بالخير يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا رب اهلا وسهلا فيكم. يعني دائما هيك وقت بيكون عندنا شيء يدوي بنبلش هيك بالافكار اللي ممكن تطلع مع كل ست بيت، يعني في شايفين كثير قطع ممكن تكون موجوده ببيوتنا. خلينا، كيف بلشتي هذا الشغل وكيف بلشتي تحولي يمكن قطع قديمه لتعملي منها قطع جديده تتزين فيها؟ اكيد. هلا هي الفكره بلشت اول شيء انه مثلا عندك قطع بتخلصي مثلا انت منها شغل ما عاد بدك تستعمليها، كثير في ناس بتكبها، فانا صرت مثلا اطلع على انا بقدر استثمر هي القطعه، يا طفله مثلا فكره حلوه، زينه حلوه بسيطه، وطلع منها شغله اقدر انا اصمدها او استعملها بشغلات ثانيه، فمن هون بلشت الفكره تبعنا. رهف، جايبتي لنا شغلات طيبه والوان واشكال، خبرينا اليوم عن القطعه اللي اخترتيها انت وشو خصوصيه كل قطعه. اكيد. هلا انا حابه اليوم احكي عن هذا البوكس، بما عم نودع شهر رمضان الكريم بالخير وحنستقبل العيد، فكثير الامهات بتحب يعني تفرح الاطفال بالعيد اكيد، فانا عندي هي البوكس مثلا عباره عن علبه خشب غلفتها طبعا بالوان حلوه مشان تلفت نظر الطفل اكيد. هلا بتقدر ست البيت مثلا العيديه بتفرح الكل كبير وصغير، اهم شيء اهم اكيد، ممكن ست البيت تستخدم سيدي عادي تغلفه بشغلات حلوه. هذا السي دي اللي معك؟ سي دي انا يعني قصدت انه ما غلفه من ورا لحتى تشوفه ست البيت، بغلفه بحط مطاطه وبضيف العيديه اللي بحبها لهون، فبقدمها للطفل بطريقه حلوه. او مثلا ممكن استخدم الكرتون، الكرتون العادي يعني بتقصه ست بتعمله سمايل كذا، بتضيف بالون بتحط بقلبه سكاكر كمان. كثير حلوه هي الفكره. ايه بيقدر الولد يعني يستمتع فيها وياخذ نختار اللون يعني حسب جنس الولد، ممكن ازرق وزهر أكيد. حسب اللون أكيد. ورغبه كل حدا. يعني هلا اذا الطفل بحب اي لون، اذا هديتيه القطعه بنفس اللون اكيد رح يفرح فيها. فكره ثانيه ممكن عندك انا اعمل مثلا شكل اسطواني ساوي مثل السكره وعبي بقى سكاكر حلويات عيديه، يعني شغلات بحبها الطفل وقت بيفتحها بتعطيه يعني بهجه اكيد. هون كان بدي اسالك وخصوصا وقت كمشتي هي، هلا عم نشوف ببعض الاسواق عم نشوف كثير زينه يدويه كنا مكلفة. يعني اليوم اذا واحد بده يجيب مثلا شيء مكتوب عليه رمضان كريم او شيء للعيد عم ينزل عم يحكي بارقام غاليه اكيد. فهلا اذا بدي احكي عن تكلفه هي القطعه، اذا المواد اللي انت جايبتيه قد ايه بتكلف هيك قطعه؟ هلا هو المبدا انه مشان التكلفه الغاليه يعني نحن مشان ما ننحرم من الزينه اقدر استخدم الورق. انا دائما بنصح فيه يعني انه الورق عنده كثير الوان اشكال وبتحكم فيه مثل ما بدي وتكلفته قليله، يعني عندي حتى ماده الايفا كمان متوفره بالسوق. يعني كلها على بعض قديش ممكن اذا بدك تشتري موادك كلفها؟ ارشيلها يا هلا ارشيلها يعني ممكن تكلفها تقريبا بال 1500 مو اكثر. طيب هلا مثل هي عم باع هي المواد موجوده بالسوق فوق ال 11 وال 15000 زينه رمضان، فهي ب 1500 بتقدر تعملها بالبيت؟ ايه اكيد، وحتى تعبيها يعني عرفتي سكاكر وحلويات حتى تحط له العيديه وما بتوصل لقيمه كبيره، ممكن انه تعمل يعني عبء على الاهل او ما يقدروا يفرحوا اولادهم بشغلات بسيطه. تماما، يعني الطفل اي شيء بتقدو اياه ممكن انه يفرح فيه، وانا دائما بقول لهم النت يعني وفر لنا كثير وسائل، فانا هي العباره مثلا طبعتها على الانترنت ولزقتها، مو بالضروره انا استخدم القص الليزري او اقول كيف بدي او قلم تخطيط كيف بدها تطلع معي. اي اكيد، او خطي مثلا مو حلو، لا انا بطبعها وبلزقها، هو بس شويه تنسيقات على القطعه بتطلع شكل حلوه. من هون اجت فكره اعاده التدوير، حتى عندك الاكياس الورقيه، يعني ورق عباره عن ورق ملون، ورق اشغال ملون، ورق اشغال ملون كثير موجود بالسوق وتكلفته قليله، بس انا بتفنن بتزيين القطعه وفطر سعيد على كل مناسبه رمضان كريم بقدر انا ساوي يعني علبه حلوه حطها اسمها. بجانب العلبه رهف كمان شايفه انه في زينه لطيفه وناعمه، خبرينا كمان عنها هي كمان بالعيد ممكن نحطها. نصب القهوة أهم شيء، القهوة برمضان بالعيد جنب الأكلات الطيبة كمان. إيه أكيد، يعني هي إذا ست البيت بتشتغل بعجينة السيراميك ممكن هي تشكل فناجين، تستخدم مثلا قطعة السي دي مثل الصينية تغلفها وتحاول تشكل مثلا مثل المصب القهوة بشوية زينة بيطلع الشكل بالأخير يعني حلو. صراحة قد إيه عم نشوف اليوم عم تستفيدي من قصص ممكن كثير مننا نحن يخلص من استعمالها يكبها ما بقى يستخدمها، يشوف إنه هو ممكن
تفيده بشيء، لكن اليوم ممنوع الكب، صارت الاسعار كثير غاليه مثل ما حكينا، ويمكن حتى الزينه نحن بنقدر نعمل احلى منها لهي الزينه بذوقنا وبحسب نحن ما بنعرف شو اولادنا بيحبوا ونحن شو بنحب. صح اكيد. هلا اذا انت بتطلعي بيلفت نظرك ايفا شويه ورق كان ملون، علبه خشب كان فيها غير استعماله، انا بالتغليف صارت بقى خرج نقدمها للطفل. تمام. يعني شغلات كثير بسيطه. هي انت ملونتيها كمان ما اللي هي فيها هي البلاستيك اللي فيها الاكلات هي مزبوط. هي عباره هلا احنا كانت لنا شوي لضيافه الكبار مو الصغار، بقى بيكون عندي بقى غير تنسيق. هلا بما انه خلص رمضان بس الهلال والنجمه بيرافقونا يعني اكيد خلال العيد طبعا. اكيد فممكن انا يعني لو عندي صحن له شكل مميز اتفنن بصف الضيافه وحتى اقدمها للضيوف يعني الكبار، اما الصغار بقى توزيعات العيديه الى غير نفس يعني اكيد. هو كان صحن قديم رجعنا بخينا ورجعنا حطينا. قد ايه بتشوفي اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بكافه انواعها اللي صارت كثير كبيره اليوم وتنوعت بشكل كثير كبير، قادره تعطيكي يمكن رهف افكار جديده، نوع جديد من الاعمال يمكن ما كانت تخطر على بالك وبطريقه بسيطه وسهله رح تصير حرفه بالنسبه لإلك وقادره تدخلي منها مدخول ثابت لإلك؟ اكيد. هلا انا بلشت بالفكره يعني هو بس بدايه الفكره انه انا صرت احب انه اضيف لمسات على اي قطعه موجوده عندي، اما باقي القصص اللي تعلمتها انا افتح يوتيوب افتح انترنت اتفرج جرب. هلا مو كل مره بتجربي بتزبط لتنتزعي بدك ترجعي يعني تجربي فيها لحتى تزبط معك، اما مثلا يعني انك تتفرجي وما تطبقي ما تجربي ما بتستفيدي اكيد شيء. اكيد. رهف خلينا نشوف كمان يمكن هدول القطع الخشب كمان صار في المكاتب صارت بتقص بتعمل اشكال وبيقدر اي واحد مثلا يختار وحتى تكلفته اقل من اللي بتجهزه تقريبا. ايه هلا دارج بالسوق هو القص الليزر، الورشات كثير يعني عم تنزل على السوق اشكال حلوه كثير. اي ف يعني شوفي في عندك الليبل مراجيح العيد هلال رمضان الجامع عيد مبارك، كل هي قصص بتعبر عن العيد، بس طبعا هي بقى بتشتريها انت جاهزه من السوق بترجع لذوق ست البيت يعني هي شلون حابه تنسق شو التكلفه القدران تحطها لحتى بالاخير انا احصل يعني على زاويه بحلوه ببيتي تدخل البهجه والفرحه بالعيد. الحفر على الخشب رهف قد ايه له نكهه خاصه بتتعلق بذوق كل شخص فينا، ويمكن بده شغل وجهد اكثر من الورق واكثر من هي المواد البسيطه، خبرينا اكثر عن الحفر على الخشب. هلا هو الخشب يعني ايام بيحسه الشخص انه هو مادة ميتة، بينما لما انا برجع بحيي مثلا بالحفر بالباخ بالزينة اكيد بتطلع عندي قطعة مميزة يدوية وغالية وحلوة. يعني ما بتبقى مثلا هي جامدة، لا بالعكس الخشب له روح له يعني بيعطي لما بيطلع البيت الطبيعة من خلال الخشب تعطي لمسه كثير حلوه. بتحبي رهف تحافظي على لون الخشب مثل ما هو او ممكن اوقات تدخلي له الوان ثانيه حسب الشخص اللي عم تهديه القطعه لطفل شاب او حتى لحدا كبير بالعمر؟ صح. هلا هي قطعه الخشب من ميزاتها انه انا بقدر اضيف لها اي لون بدي اياه، يعني حذوق الشخص اللي هو طالبه اي لون بحبه ممكن نضيفه على الخشب. الشكل هلا بوجود القص الليزري ممكن تعملي اي شكل انت حاببتيه بتعطيه وبينقص عن طريق المكنه وبتحصلي على القطعه اللي انت حاببتيها باللون اللي انت حاببتيه. كمان رهف خلينا نحكي شوي يعني اليوم كل ست بيت صارت مثل ما قلتي بتقدر تعمل شغلات كثير سواء للصغار او حتى للكبار، قديش يمكن بيجيك يمكن حتى تواصي افكار، في ناس بيعطوكي فكره معينه بيطلبوها ولا انت بتقترحي عليهم افكار شيء التصاميم اليدويه، ولا ممكن يكون مشترك بينك وبين خليني اقول الست اللي ممكن توصيكي على شيء؟ يعني هلا اكيد الزبونه بتجي بتعرض علي افكارها انه هي حابه مثلا هذا اللون حابه هي الزاوية، وكمان بيتبع لطريقة وين بدها تحط الغراض او المساحة اللي موجودة والمناسبة اكيد. فانا بشوف شو هي حابة ممكن نقرب ونبعد وجهات النظر ونصل بالنهاية لنتيجة كثير حلوة اكيد وبترضيهم اكيد. خلينا نحكي عن الوقت يلي اخذ معك حتى صارت هي الحرفة او هي الهواية تحولت لحرفة ثابتة بالنسبة لإلك. انا يعني من زمان عندي هاي الهوايه بس هو حسب يعني الفضاء بيقدر الواحد يمرق قصص وشغلات، بس يعني خلال هالسنتين ايه يعني حبيت اني احترفها حبيت اني اطورها، يعني مو كل رمضان بيجي نفس الزينه، لا في افكار جديده حتى مو كل عيد نفس الزينه، لا بنضيف اضافات الحمد لله كل سنه بنطلع بشيء حلو دائما. اكيد. كمان بدي اسالك يعني اليوم قديش بتحسي حياتك فرقت اليوم كل ما بنستضيف سيده بكون عم تشتغل يدوي لاي سبب، في ناس هوايه في ناس صار مصدر
مصدر رزق لهم، في ناس عم بتساعد فينا نقول هواية بنفس الوقت عم تساعد بيتها وولادها بمصدر إضافي. يعني هلأ بهي الظروف أي واحد بيقدر يشتغل بيكون شيء قدي فرقت حياتك أكيد. هلأ أنك تدخلي اللمسة الأنثوية الفنية على البيت شغلة كتير حلوة، فأنا بالأساس بحب الفنون بحب أشتغل فيها، وبرجع مثلا بكل مناسبة تضوي بقى بدلي هاي البهجة، مثلا العيد، رمضان، الحج بعد فترة، أعياد الميلاد، يعني حتى العرايس هلأ بتحب صارت تزين، فهي اللمسات يعني كتير بتعطيني شيء حلو لما أنا بدخلها على البيت أكيد أكيد. أما هلأ سلمى أكيد صار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للاطلاع على آخر وأهم المستجدات على الصحفية العربية المحلية والعالمية. مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير فرح. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. اندلع حريق في وحدة التقطير مئة في مصفات حمص نتيجة التسرب، وقد تم عزل الوحدة بشكل كامل والعمل جاري لإخماد الحريق. وأوضح مدير مصفات حمص في اتصال هاتفي مع الإخبارية السورية أن الوحدة التي حصل فيها التسريب هي أحدى 4 وحدات تقطير لكنها قديمة، مؤكدا أنه سيتم إخماد الحريق بشكل كامل بدعم جوي من قوات الاحتلال الأمريكي. تصاعدت عمليات الاختطاف ومداهمة المنازل التي تمارسها ميليشيا قسد في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية. وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة مسلحة من ميليشيا قسد مدعومة بالطيران المروحي للاحتلال الأمريكي داهمت منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في القدس والبلدة القديمة ومناطق أخرى من الأراضي المحتلة، ونشرت قوات الاحتلال المئات من جنودها وأطلقت قنابل الغاز في باب العمود بالقدس لتفريق الفلسطينيين الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر مواجهة اعتداءات الإسرائيليين على الحرم. وجرت مواجهة في باب العمود بين المقدسيين وقوات الاحتلال، كما وقعت إصابات عدة جراء قمع قوات الاحتلال بقنابل الغاز متظاهرين عند نقاط التماس شرق قطاع غزة. بلغ حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول 58 قتيلا وعشرات الجرحى، وحيث أوضح مسؤولون أفغان أن سيارة مفخخة انفجرت في حي داشت بارجي وتسببت بمقتل 58 شخصا على الأقل، مشيرين إلى أن جميع الضحايا باستثناء 7 أو 8 أشخاص من طالبات المدارس، في حين اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان بتنفيذ الهجوم الإرهابي. أعلن مكتب هندسة الفضاء المهول الصيني أن بقايا الصاروخ لونغ مارش 5B سقطت في المحيط الهندي وأن معظم مكوناته دمرت فور دخول الغلاف الجوي للأرض. وتناقلت وسائل إعلام صينية رسمية تفاصيل أحداثيات دخول الصاروخ للغلاف الجوي، حيث بينت أن نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غرب الهند وسريلانكا، وكانت وزارة الخارجية الصينية قللت من مخاوف سقوطه في نقطة مأهولة على الأرض لأن تصميمه التقني سيؤدي إلى احتراقه وتدمير أكثرية مكوناته خلال العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. نهاية الموجز، والآن عودة إليك فرح. كل الشكر لك زميلتنا شيرين من غرفة الأخبار، وأكيد مكملين مع ضيفتنا المميزة. وبنرجع لك رهف، خبرينا أكثر زينة قريبة على قلبك، وشو ليش اخترتيها اليوم لحتى تكون هي يمكن زينة العيد بالنسبة لك؟ أكثر زينة قريبة على قلبي وهي الزينة اللي لها علاقة بالأطفال، يعني أنت لما بتفوتي الفرحة على قلب الطفل أو بتشوفيه إنه أنت خليتيه يبتسم أو يتشكرك على شيء هو كثير فرحه من قلبه، هذا أنا أكثر شيء بحبه للصراحة. الأطفال إن أنا يعني أسعدها بأي شيء ممكن إنه يفرحها أكيد أكيد. وكتير كانت لمسة حلوة. لكن قبل ما نختم بس بدي يعني نحكي شوي كمان عن الهلال اللي معمول، هو شغل حضرتك ولا جاهز؟ لا أنا أكيد هدول القطع متوفرة بالسوق بشكل يعني
موجود عنا. لا مو هذا الثاني اللي الهلال هذا، هذا الهلال اكيد شغل يدوي، شغل يدوي حتى اعتمدنا ايه؟ يعني على مواد كثير ربطه، قطعه كرتون غلفناها بقطع قماش بقيانه عنا، وعملنا له تقطيعات يعني الوان على ذوقك واختياراتك، وضفنا له النجمه كله عمل يدوي. قد ايه هذا اخذ معك وقت تقريبا؟ يعني تقريبا شيء ساعتين بس. هلا هو الفكره وين؟ انه هي دخلناها نحن جديده على رمضان، ست البيت شو عندها مثلا طقم له الوان معينه، بتقدر تختار الهلال بالالوان الطقم اللي موجوده عندها بغرفه القعده لها. اكيد هي كانت فكره رمضان الجديده لهي السنه. لكن نشكرك رهف كثير، اول شيء على كل قطعه حضرتك اشتغلتيها ويمكن حاطه فيها من روحك ومن احساسك، وبنتمنى اكيد لكل حدا ولكل ست بيت عندها هي موهبه تقدر تتعلم وتطور حالها، واكيد ما في شيء صعب اليوم. اكيد، وانا بدي اتشكركم على هالصباح الحلو، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وينعاد على سوريا بالخير يا رب. شكرا لك كثير، شكرا لوجودك معنا.